فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل: إذا لبست الشراب على طهارة ثم لبست فوقه البسطار العسكري فأتت صلاة الظهر ومسحت على البسطار، وبعد الصلاة نزعته، وعند صلاة العصر يقول أردت أن أمسح على الشراب، فهل يجوز لي ذلك؟ لا، لو بديت المسح على الشراب لا بأس، يصح ولو خلعت البسطار أو الكندرة، العبرة بالبداية، إذا بدأت على الشراب فلا بأس أن تنزع ما فوقها، وأما إذا بدأت على البسطار إذا نزعته بطل المسح. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.